على امتداد هذه الجبال الواقعة في شمال محافظة صعدة، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم والاشتباك مع الميليشيا في أكثر من موقع، تقدم يحاول من خلاله الجيش السيطرة على مواقع جديدة في هذه المحافظة المعقل الأول للميليشيا. معارك الساعات الأخيرة بمديرية باقم وتحديدا في منطقة مندبة المطلة على مركز المديرية أسفرت عن سيطرة الجيش والمقاومة على مواقع في أطراف أبواب الحديد وآل سبحان تحت غطاء جوي مكثف من طائرات التحالف العربي. المواجهات اندلعت أيضا في أجزاء من منطقة علب وكانت عنيفة، أسفرت عن مصرع أفراد من الميليشيا وتحرير عدد من المواقع وإحراق مخزن للسلاح بحسب مصادر ميدانية. إلى ذلك شن الجيش الوطني قصفا مدفعيا على مواقع متفرقة للميليشيا في مديرية منبه الحدودية بالمحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. معركة الجيش الوطني في محافظة صعدة تبدو حاسمة ومفصلية في نظر كثير من المراقبين، وهدفها الأساسي تحرير صعدة بالكامل في سياق مهمة استعادة الدولة اليمنية من أيدي الإنقلابيين.